السلام عليكم. هاد الصباح لاحظت بلي كاين واحد الفيديو واللي واحد الموقع سمحه الله قطع منه واحد الطرف بحال ويل للمصلين وداروا دار البوز. معليش الان انا كنعتذر بزاف من الله سعاد صابر، وان كان الكونسيبت ماشي هو هذا لانه طلبوا مني نقول واحد الكلمه بحق الزوجه ديالي، ولكن قبل ما نقولها بالزوجه ديالي قلتها في الله سعاد صابر وقبلت راسها والاخت نعيمه الياس، ولما كحست سعاد صبير باش نكون بينها وبين مراتي ساهو مني ما رديتش بالي بلي ما عندهاش او كذا، وتعثرات شي شويه الحمد لله ما طاحت حتى شي حاجه، ولكن هما هزوها الطريف. كنعتذر لك على لاله سعاد، وان كان هذا الشيء كان بيناتنا بالتليفون البارح وقلت لك راني لما شفت الفيديو حشمت مراسي وكنعتذر لك قلبنا على ضحك، ولكن ما فيها باس حتى لا دار الفيديو البوز بهذه الطريقه، فاحسن على الاقل نديروا البوز بقيم انسانيه وباشياء اللي يمكن ما نبغيوهاش توقع في المجتمع ديالنا، ولا تضر للاباء للامهات للفنانه ديالنا. فانا غادي نرفق لكم هذا الاعتذار ديالي الرسمي بالفيديو الاصلي باش تشوفوه وتحكموا بنفسكم، ومع ذلك كنبغيكم كنبغيك لاله سعاد وسمحي لنا وراك انت فوق راسي ومعذره على هذا الساو ديالي. شكرا. هادوك الاشياء معاهم سبحان الله كون مكتبه بازا هادي درت خدات موي في سر الحمام، وكانت ديما كتقول لي تزوج ونعيم هادي، وما درت واحد الاشهار يلاه عرفت ابتسام 15 يوم درت اشهار ديال النسكاف وابتسام هادي لعبات موي، وكتقول لي سير ولدي الله يسهل عليك الله يفتح عليك ويزوجك. وجاني واحد الرساله من خطيبتي، وهذوك الفلوس قسما بالله الفلوس ديال الاشهار هما اللي عطيت لهذ المراه باش تجوزها. شكري معايا لاله سعاد صبير، حنا في مدينه قلميم في المهرجان دواد نون الدوره السابعه، ديري لها واحد التكريم اللي كنظن انها تستاهل. لاله سعاد كي دايره لاباس عليك؟ لاباس عليك. ديريك شنو الشعور ديالك بهذا التكريم اللي ديري لك؟ شعوري ناحيتك ولا ناحية التكريم؟ ناحية التكريم. في الحقيقة هي محطة تنبرو بزاف، وكنمشيو ملي كتجلس في الظل وكيجي واحد التكريم كينفض عليك الغبار وكيشوفوك الناس المحبين ديالك واللي كيعشقوك. ولكن شنو السر ديال انك بقيتي تبارك الله؟ نعم ملي عرفتك في سر الحمام باقا جميله وباقا ما تكمشتي ما والو، شنو السر داخل عليك بالله؟ والله العظيم تتكمش. لا 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 هانتوما شهدوا. والله العظيم اتمتع بالحب، الحب الحب الكبير اللي كيحبوني به الجمهور ديالي والناس ديالي، واللي لقاني كيعنقني ويسلم عليا، اذا انا استمد الحب والجمال من عينين هاد المحبين ديالي وكذلك انت، لانني كنعتبرك ولدي الروح. الله يحفظك الله يطول عمرك.